جنة، حتى لو كان أخوي ذاته. عانوا من الفيديو ده، أنا خايف يحزروني. عانوا المواطن ده في غور الجزيرة على أساس غبل وعرقي، الجنجويد رابطنه من كراعه، من كراعه، فهمتوا علي؟ الفيديو ده أنا لو عرضته يحزروني، من كراعه كده، من كراعه وبرموه في الموية. يعني تخيل مكتف ومربوط من رجله، من رجله، ها، وبرموه في الموية وبيطلعوا، وتخيل انك تغرق والمويه تخش. يعني شوفوا طريقه التعذيب الوحشيه من ميليشيا الجنجويد الارهابيه، الارهابيه. يعني الزول ده انت ما اوعى منه، ولا انا اوعى منه، ولا انت محروق اكثر منه، ولا انا محروق اكثر منه. يعني زول يفقد 35 من اسرته ولن يتبقى الا هو، لانه عارف كميه البلاء القادم اذا حكموا ضباع الجنجويد السودان. عارف انه اذا ميليشيا الجنجويد حكمت السودان حيبات كل ما تبقى من نسله. عارف انه الهمج والجراد ده، جراد الصحراء والقزاء ديل، اذا حكموا السودان ما حيبقى ذكره في السودان. والكلام ده مفروض كل واحد سوداني يخط حلقة في اضانه. ميليشيا الجنجويد هي ميليشيا ارهابية بتمارس التطهير العرقي، بتمارس الإبادة الجماعية، بترتكب في أبشع الجرائم من 2003 وحتى الآن في الدارفوري، وبيموت بصمت. ما طلع دارفوري وقال ننفصل، كتلوا له 15 نفر ولا احترام ده لون ولا 100 نفر داير تنفصل. ما يا جماعة الناس، ما تخلوا الناس الكتلوكم يتاجروا بدمكم. التحية لك يا آدم، وبعد كلامك والله ما في كلام. مصعب حبابك، كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب. طبعا الفهد الأسود من عناصر اليوبي، حبابك عجبوا كلامك، في ما عجبوا كلامك كله، لكن عجبوا لما الجيش ما قاتل معنا. جزيدي عجبته، قدم جيست تاني مع إنه ابراهيم. لو سمحت ممكن تديني فرصة أوازن في ما ينقدم من حديث آدم. انا داير مصعب، مصعب فضل مع منو بيتكلم؟ ده يوسف، يوسف مشاهد على جرائم الجنينة. يوسف شاهد على جرائم الجنينة، هو كان عسكري هناك. نعم تفضل. تمام، واصل واصل، انا قاعد. اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم جميعا. دقيقه، مصعب ده ما زون نسيبنا واشترينا بميلوحه. الله يتاري تفتح خشمك، الفلنقات بتاع الجديد يقول لك اسكت انت داير لك شمال، اسكت انت بيحترم بميلوحه، اسكت انت داير تتكلم في نوعك تنتقد فلنقات الجنجويد يا مصعب. اتفضل يا رئيس، اتفضل. انت شاهد عيان على جرائم الجنجويد في دار مسالي، تفتح الكاميرا وتكلم يا يوسف. نعم اكيد طبعا، افتح الكاميرا وتكلم. والله خليها كاميرا، خلي الكاميرا ليه، ما في مشكله. تفضل تفضل تكلم. طيب السلام عليكم جميعا، اولا نترحم على كل شهداء الوطن الحبيب، ونتمنى ربنا ينصر الجيش ويثبت اقدامه ان شاء الله. انا من ابناء الجنينه، من ضمن الشباب الحيدر الحرب وطلعت منها، فانا احكي الحرب دي من بدايتها. اولا الحرب دي بدات ثالث يوم في العيد. دقيقه يا يوسف، طبعا النازل ما اقول انه عشان نكبشر الجيش دقيقه بس يا يوسف، دقيقه خليني انزل عشان اقدر اكبشر الكلام اللي دارت اقوله. تمام اتفضل، ابدا ثاني من جديد. اوكي تفضل. فيلا الحرب دي بدات ثالث يوم في العيد الصباح تقريبا حوالي الساعه 9. فالحرب دي هم يعني جنجويد بيروجوا الكلام انه حصل بين الجيش والضع مصري، ويدك كلام كذب يعني. فنفس اليوم اللي بدات فيها حرب، فقوات المسلحه جاءت على الطريق الرئيسي تبع الجنينه، يعني طبعا الطريق دي الا مع الغاده بتاعت الدعم السريع يعني غريبه جدا. فالجيش ماري على الطريق، فهم ناول الجيش انه يضربهم، فالجيش انسحب مشى. فمشى هنا ما قعدنا كثير، فجاءت ميليشيات بالمواتر بالعربات من احياء الجبل تبع القبائل العربيه، فجوا لهاجموا القوات المشتركه. حاجه القوات المشتركه هناك حصل يعني اشتباك وحصل قتال شديد يعني، فقاموا سيطروا على المقر تبع القوات المشتركه، فشالوا سلاحها
حاصر بعض الضباط. فبعد ده خلاص يعني الجنجويد دي جاءت بس هاجمت كل الاحياء، احياء الجبل، وخلاص حصلت المواطنين بقت بتدافع عن نفوسهم. في وقتها الناس ما كان عندهم سلاح كافي، فكان برضو حصل قتال شديد. فاستمرينا في هذه الصورة لمدة أسبوع، فهنا بقينا خلاص ما عندنا سلاح، والناس دي بقت تجي تهاجمنا يومي. فالناس اضطرت إنه تمشي يعني تخسر المخازن تبع الشرطة أجلس إنه يشيل السلاح يدافع. والجيش ساكت يعني، الجيش شايف والله العظيم جيش ما جاء إنه ضاغ والله ولا حضان سلاح واحد. فالمواطنين اضطروا مشوا كسروا المقر بتاع الشرطة فشالوا السلاح. والحمد لله احنا بالسلاح دي يعني قدرنا نقاوم جنجويد، والله العظيم دي مش انه انا اكدي ولا انا من ضمن الشباب، والله كنت في حرب يعني. والحمد لله والله جنجويد دي في، مع انه احنا متنا كثير، وانا شخصيا حسي بتكلم معاكم ده قسما بالله العظيم من اسرتي لو خسرت 25 دي ممكن بسيطه. حول ولا قوه الا بالله، ربنا اقسم بالله العظيم وقسما وازما ربنا الشاهد عليه، ربنا يرحمه ويتقبله. والحمد لله الناس دي مش ماضي ان هم مثلا في حاجه ثانيه، ماضي في سبيل الدفاع عن نفسهم وارضهم وارضهم. الله اكبر. والحمد لله واحنا مستعدين، انا حاسس شخصيا اني مع انه ثلاثه، انا كرهت الدنيا، كرهت كل شيء ثلاثه، لانه انا خسرت كل شيء، اعز الناس علي انا خسرتها. ما باقي لي حاجه يعني. لكن مستعد انا على الليله ده اموت في سبيل الوطن. واحنا فعلا متنا، لكن احنا جنجويد ده وقسما بالله يا ابو رحف انا للي انا قاعد اقول الحرب اللي حصل في الجنينه والله ما حصل في السودان نهائيا. احنا جنجويد دي غصبا وعظما والله دفقناهم زي الجراد، والله ما قدروا يرفعوا جثثهم، وقسما بالله عملوا يمكن حوالي اكثر من اسبوع مشوا الهلال الاحمر، مشوا الهلال الاحمر جاه قاعد تنقلهم والله بكام عربيه. الله، فاحنا قلنا ما يرفعهم، لكن خلاص إكرام الموت دفنهم، وهم فعلا ما بيسموا بحاجة دي، إحنا لسه ما نعرف إنه يرفعوا جثثهم. كويس؟ استمرت الحاجة دي لحد ما إنه الله أكبر الله. نعم الله أكبر. فيلا الجيش ما دافع في الجنينة، الجيش كان والله قاعد بتشوف فقط. كويس؟ الناس دي يعني الانسحاب دي، حتى يعني الانسحاب دي المواطنين دي انتهت ذخيرتهم نهائي، ما في كده ذخيرة انه ناس تغايب وناس تدافع. الناس اضطرت والبقت عائلات تموت يومي، الناس دي بس بقت يعني حتى هنا ما عندنا أسلحة ثقيلة. أكبر سلاح عندنا الدوشكا. والحمد لله والله كنا مقاومين، حتى الدوشكة دي سلاح مع انه صغير لكن الحمد لله. فكنا ثابتين، لكن ذخيرتنا انتهت. ما قدرنا انه نجيب حاجة ذخيرة نقاوم، والجيش والله قاعد في أماكن ده. الجيش بيقول لهم حاجة دي صعبة، حركوا أربع دبابات جابوا وزعوهم، والدبابات دي والله قاعدة أقسم بالله مع انه جا في الجنينة ما ضرب ولا تلقى واحدة. قاعد واقفة بس. في اماكنهم. ويوم الانسحاب دي دبابات دي هم قدموا، يوم الانسحاب دي دبابات دي كلهم هم قدموا، والمواطنين بيجي بيدافعوا انه الناس انقسمت، في جزء مشوا اردمت، في جزء اتجهت الى تشاد. والجيش هو طيلت فترة الحرب، مع انه الجيش كان كثير يعني يمكن حوالي 5000. دقيقة، طيلت فترة الحرب الجيش سلحكم اداكم ولا ما اداكم ذخيرة؟ قسما بالله ما ادانا حاجه جيش دي، ما ادانا شيء جيش دي. جيش ما ادانا اي حاجه، احنا قلنا بس احنا ما عايزين منكم اي شيء، بس عايزين دعم منكم بس، سلاح ادونا بس، احنا مستطيعين انه نداوم. ما ادانا جيش، ما ادانا شيء. طيب رسالتك برغم المرارات دي كلها وانت كمسلات حاسس انه الجيش ما دافع عنك ولا سلحك، وانا اسخ في كلامك، انت لحد الان مع حسم مليشيا الجنجويد ولا عندك تحفظات وعندك كلام تاني؟ انا اقسم بالله العظيم
انا لعد اخر نفس في حياتي هو مستحيل اجيب مجنجويد، وانا الى ما تقوم الصحه جنجويد دي، وانا هنرد حقنا هنا، دي ارضنا وهنرد حقنا، واحنا مع الجيش قلبا وغالبا، مع انه الجيش هم قصروا فينا، لكن دي ما يعني انه هي جيش مؤسسه. انا يعني معلش ما ملم بالسياسه، ما عندي خلفيه عن السياسه تمام، بس معلش دي انا حاجه الواقع ايش فيها غير اتكلم تمام. الجيش دي هي مؤسسه قسما وعظما، احنا ده داعمين الجيش، والسودان ده ان شاء الله حتكون حرا خاليا من الجنجويد باذن الله، وهندم الجيش وقصر الجيش ده، انا ما اقول ما قصر، قسما بالله قصر. وحتى بعد الانسحاب، الانسحاب حتى التكتيك اللي قالوا حصل ده يعني حاجه بجد كده برضه، يعني حاجه واحد لو بحكي يمكن يمد له الجبين. وانا اكثر حاجه، اكثر حاجه هنا خلانا انه نحصل فيها، كان جيش ماشي مشاح في الجنينه، جيش ماشي ومنهم كان قائد الثاني، قائد الثاني كان ماشي معهم في حي النسيم، حصل اشتباك، حصل اشتباك قسما بالله، قتل من الجيش 27 نفر، 27 نفر، وحاجه دي اخفوها الجيش، اخفوها ابوا يتكلموا صراحه، قالوا 30 نفر فقط، 30 نفر فقط. واحد كان من ضمن الجنجويد من حي النسيم، فكان عنده واحد من الجيش في استخبارات متوازن ما ورث له فيديو، والاهل بيجي تفحص عن اهله، احنا فقدنا وزول فلان فلان ما عارفين مكان، والجيش هم قالوا 30 نفر فقط، ومن ضمنهم قائد الثاني كان انضرب في يده. وانا زمان ده كنت شغال في السلاح الطبي، والقائد العام ده القائد الثاني ده جاء في مستشفى ده اتقالب. والله انا كان عندي ملازم اول صاحبي، منو القائد الثاني؟ هو قائد الجيش الثاني ولا عبد الرحيم ده قال القائد الثاني؟ لا قائد الجيش الثاني، من ضمنهم كان انضربوا في الحدث اللي حصل في حي النسيم ده، والجيش ما قدر يمشي يرفع جثث. تخيل يا ابو رهب، من حي النسيم لقياده عامه مسافه ما لا يقل يمكن حوالي كيلو فقط، والله كيلو فقط،